يقول السائل: بعض الرقاة ومفسري الرؤى عند الاتصال ببعضهم يسأل الراقي ويقول الراقي أو المفسر: إنك أيها المتصل إنك أيها المتصل تسكن أيها المتصل المتصل إيه؟ نعم. تسكن في محل كذا، ومكان السحر الذي سحرت في ذاك المنزل، ونوع سيارتك كذا وكذا. يقول: هل هذا يدل على أنه يستعين بالجن؟ هذا من ادعاء علم الغيب، ونعم يستعين بالجن لأنهم يخبرونه عنه، لأن الجن يعلمون ما لا يعلمه الإنس، فهو يستعين بهم. هذا لا يجوز، وهو من ادعاء علم الغيب. نعم.